وطيب نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم سمر غانم مقدمين فيديو بجنين وكرشيه وتشيركو. ويا بلاش يا بلاش يا بلاش يا بلاش ما تروحيش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. والنهارده جايبه لكم غرزه تحفه، غرزه تتعمل من بواقي الخيوط اللي عندكم، كل سطرين لون. الغرزه حلوه قوي وليها استخدامات كتير، ممكن تعملي منها بلوفر، ممكن تعملي منها بلوزه، ممكن تعملي منها جاكيت، ممكن تعملي منها شال مستطيل، ممكن تعملي منها كوفيه، ممكن تعملي منها خداديه، ممكن تعملي منها شنطه، ممكن تعملي منها بطانيه اطفال، ممكن تعملي منها ركن للكنب. بصوا اي حاجه عايزين تعملوها هنعملها بواقي الخيوط من الغرزه ديت. تمام، الغرزه حلوه قوي وصيفي وشتوي. طب ايه المانع بقى قبل ما نبتدي الورشه؟ في علامه الهاند تحت الفيديو، اعملي لايك للفيديو تشجيع ليا وللقناه، وكومنت حلو بقى عشان ايه بحب اتدلع. والناس اللي لسه ما اشتركتش مستنيه ايه؟ تحت الفيديو برده هتلاقي زرار احمر كده مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، دوسي عليه هيجي لك الجرس، ودوسي على الجرس واختاري منه كل، اهم حاجه تختاري منه كل عشان اي ورشه انزلها يجي لكم اشعار بيها، وكومنت حلو برده عشان ايه بحب اتدلع. وما تروحوش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. وطيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي شغل خيوطنا النهارده. هيمالاي ابريدي وابره رقم 4، هعمل عده البدايه. وطريقه الغرزه النهارده برده هعملها بالطريقه بتاعتي. البنات الجديده معانا في القناه وما تعرفش الطريقه بتاعتي، في صندوق الوصف هتلاقيني سايبالك فيديو باسم بتحب الكروشيه. طب تعالي اقول لك اول سر من اسراري، اتفرجي عليه هتعرفي الطريقه بتاعتي. تمام، انا هعمل دلوقتي مجموعه من سلاسل من غير ما اعدها ولا اي حاجه، بطول حوالي 15 سنتي. عملت مجموعه من السلاسل بطول حوالي 15 سنتي. تمام، هحدد اخر سلسله وقفت عندها. تمام، واطلع بخمس سلاسل، ادي 1 2 3 4 5. تمام كده، واخد لفه اخش في الغرزه اللي انا حددتها اللي هي السته، واعمل عمود، وبعدين اخد سلسله واجي هنا افوت الغرزه الخامسه والغرزه الرابعه، اخد لفه واخش فيها واعمل عمود. بالشكل دوت حرف الفي. تمام، وبعدين اخد لفة افوت غرزتين، ادي 1 2، واخش في التالتة واعمل عمود. واخد سلسلة واخد لفة، كان هنا في 2 سلسلة فوتهم، اروح عند اول سلسلة اخش فيها واعمل عمود بالشكل ده، واكرر اخد لفه افوت غرزتين من تحت، وفي التالتة اخش اعمل فيها عمود، واخد سلسله واخد لفه، هنا في غرزتين انا فوتهم، اروح للغرزه الاولانيه اخش فيها واعمل عمود بالشكل ده، وافضل ماشيه كده لنهايه السطر. هكتفي بالعرض ده كعينه. تمام، وعملت الغرزة وهاخد لفة وهاجي هنا عند اول غرزة تقابلني واعمل فيها ايه؟ عمود. وكده انتهينا من السطر. اتبقى معايا كام سلسلة زيادة، وانتي زي ما يطلع معاكي من السلاسل الزيادة في صندوق الوصف هتلاقيني سايبالك فيديو ازاي تفكي السلاسل الزيادة دي بكل سهولة. وكده ابتدينا الغرزة بتاعتنا من غير ما نحسب لها بتقبل القسم على 2 زائد 3 ولا بتقبل القسم على 5 زائد 1 كده يعني. تمام، السطر التاني بقى هاخد سلسلة والف الشغل. السطر ده كله غرز حشو. تمام، هنبتدي من اول غرزة هنا خالص، ادخل الابرة واطلع الخيط، عندي حلقتين لفة من حلقتين، وفي كل غرزة تقابلني اعمل غرزة حشو. هنا في السلسلة اللي كنت باخدها اخش في الفراغ بتاعها واعمل حشو، هنا غرزة بتاعت العمود اخش فيها اعمل حشو، هنا عمود اخش في الغرزة بتاعته برضو اعمل حشو، وبعدين هنا في سلسلة اخش في الفراغ بتاعها واعمل حشو، وافضل ماشية كده فوق كل عمود اعمل حشو، الاقي السلسلة اللي كنت باخدها اخش في الفراغ بتاعها واعمل حشو بالشكل ده. تمام، وافضل ماشيه كده برضو لنهايه السطر. اعتبر وصلت لنهايه السطر، هنا في السلسله عملت فيها حشو، وهنا في العمود اخش في الغرزه بتاعته واعمل حشو، وهنا كان في سلاسل الارتفاع اخش في السلسله الثالثه اخش في الغرزه بتاعتها واعمل حشو، دي اخر غرزه حشو.
تمام. بقى عندي حلقتين خلاص، انا عايزه اغير اللون، هجيب اللون الجديد اطلعه من ايه الحلقتين. بالشكل ده. واطلع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، والف الشغل. تمام كده. هاخد لفة. اول غرزة ديت ما بنحسبهاش، ديت اللي قايم عليها الثلاث سلاسل اكنه ايه اول عمود بتاع بداية ايه الشغل. هفوت غرزتين من بعد الغرزة ديت، ادي واحد اتنين، اخش في التالت واعمل ايه عمود. تمام. واخد سلسلة واخد لفة. مش هرجع بقى ايه لاول غرزة، لا هنزل هنا لحرف البي الفي عشان بس ايه ما تتلخبطوش اللي انا كنت عامله. ادي عمود، اروح عند اول عمود اهو، انزل، انا خدت لفة، اعمل ايه عمود امامي، ادخل الابرة من الفراغ اللي قبل العمود واطلعه من ايه الفراغ اللي بعد العمود، واطلع الخيط. عندي ثلاث حلقات، اخد لفة من حلقة وبعدين لفة من حلقتين ولفة من حلقتين بالشكل ده. تمام. واخد لفة، افوت غرزتين في غرزة التالتة في الغرز الحشو، اخش اعمل ايه عمود، واخد سلسلة واخد لفة. هاجي هنا حرف الفي اهو، هسيب اول عمود دوت اللي من فوق، العمود التاني خلاص دوت، اخش برضو اعمل عمود امامي. عندي ثلاث حلقات، لفة من حلقة، لفة من حلقتين، لفة من حلقتين عشان يديني طول. تمام. واكرر، اخد لفة، هفوت ايه غرزتين من غرز الحشو وبعدين اخش في غرزة التالتة اعمل عمود عادي بالشكل ده، واخد سلسلة واخد لفة. انزل هنا عند السطر الاولاني حرف الفي الفي خلاص، في دوت اول عمود اللي من فوق، في عمود بقى اللي من تحت، اروح دوت داخله من الفراغ اللي قبليه، طالعه من الفراغ اللي بعديه، ومطلعه ايه الخيط. عندي ثلاث حلقات، لفه من حلقه ولفه من حلقتين ولفه من حلقتين بالشكل ده. شايفين الجمال بقى؟ شايفين الجمال؟ لايك يا قبلتشي، لايك الفيديو بقى يا قبلتشي. تمام. واكرر، اخد لف، افوت ايه غرزتين في غرزه الثالثه، اخش اعمل فيها ايه عمود. انا بشرح بالراحه اهو عشان بنات المبتدئه اللي بيقولوا لي انا بشرح بسرعه. تمام. واخد سلسله واخد لف، هنا الغرزه اهي، اروح عند العمود اهو، اول عمود دخل الابره وعامله عمود امامي ممتد، اللي هو ايه لفه من حلقه، لفه من حلقتين، لفه من حلقتين، بيديني طول عمود بلفتين، وكنت شرحته لكم في الفيديو اللي قبل ده، حاجه زي كده من فيديوهين ثلاثة كده. تمام. واخد لفة واكرر، افوت ايه غرزتين في التالتة في غرز الحشو، اعمل عمود. اقعد يا شيتوس، اقعد يا بابا، ربنا يهديك، اقعد. تمام. واخد ايه سلسلة واخد لفة، اجي هنا عند غرزة، اجي هنا عند العمود دوت اللي هو من تحت، واعمل ايه عمود امامي ممتد، اللي هو بيدينا طول ايه عمود بلفتين بالشكل ده، وافضل ماشيه كده لنهايه السطر. وصلت لنهايه السطر وعملت الغرزه، هلاقي ايه اتفضل عندي غرزه واحده بس، اخش فيها واعمل ايه عمود. وكده انتهينا من السطر. انا كل لون هشتغل بيه سطرين، سطر الغرزه وسطر حشو، يبقى السطر الجاي حشو، هتطلع ايه بسلسله. تمام. ومن اول غرزة هنا على طول ابتدي غرز الحشو، فوق كل عمود اعمل غرزة حشو، وبعدين الاقي السلسلة اخش في الفراغ بتاعها واعمل حشو، هنا عمود اعمل حشو، هنا برضو عمود اخش في الغرزة بتاعته اعمل حشو، الاقي هنا السلسلة اخش في الفراغ بتاعها واعمل حشو بالشكل ده، وافضل ماشيه كده برضو لنهايه السطر. وصلت تقريبا لنهايه السطر، هنا في الفراغ بتاع السلسله عملت حشو، هنا في عمود اخش في الغرزه بتاعته واعمل حشو، وبعدين هلاقي سلاسل الارتفاع اخش في السلسله الثالثه واعمل حشو. هيبقى عندي ايه حلقتين، اجيب اللون الجديد
احنا قلنا ايه، كل لون بنشتغل بيه ايه سطرين، اروح عامله مطلعه من الحلقتين بالشكل ده، وكده انتهينا من السطر، وده ايه ظهر الشغل. السطر الجديد بقى تكرار، هطلع بثلاث سلاسل، ادي واحد اتنين تلاتة، والف الشغل تمام كده. هاخد لفه، اول غرزه ديت ما بنحسبهاش، اللي قايم عليها ايه الثلاث سلاسل اكنه عمود بدايه السطر. من بعديها هعد غرزتين افوتهم، وفي الثالثه اخش اعمل فيها ايه عمود تمام، واخد سلسله واخد لفه. هاجي هنا بقى عند الغرزه، هاجي هنا في اول عمود اعمل برضو عمود امامي ممتد، اللي هو ايه ثلاث حلقات، لفه من حلقه ولفه من حلقتين ولفه من حلقتين بالشكل ده تمام. وبعدين اخد لفه افوت ايه غرزتين، في التالتة اخش اعمل فيها ايه عمود، واخد سلسله واخد لفه. هاجي هنا في الغرزه، هاجي في اول عمود هنا اعمل عمود ايه ممتد، اللي هو ايه بطول إيه عمود بلفتين، لفه من حلقه لفه من حلقتين لفه من حلقتين بالشكل ده. ده تكرار السطر الثالث خلاص، وشغله بعد كده كله تكرار. ايه الغرزه تكرار سطرين خلاص، السطر الجاي هيبقى حشو خلاص، والسطر اللي وراه الغرزه، وكل سطرين بنغير اللون. بصوا هنا كنت ايه عامله لكم عينه، بصوا الغرزه حلوه ازاي والالوان مع بعضها حلوه ازاي، هو كل سطرين تعملوا لون، شكلها حلو قوي وليها استخدامات كتير وسهله. ويا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومه بطريقه سهله ومفيده. ولو عجبتكم ورشه النهارده ما تحرمونيش من لايك وكومنت، والناس اللي اول مره تتابعني يا ريت اشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي، واشوفكم قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في فيديو جديد او ورشه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.